هلا ضعف المناعة من طريقة أكلنا، من طريقة غذائنا، من حياتنا اليومية، من الاسترس، من الركض، من التعصيب، من الزعل، من الحسد، من الحقد، من الأفكار السلبية، كلها كلها هيدي بتعكس على بشرتنا. ليس الجمال جمال الوجه، إنما النور الذي يشع من القلب. قدي بيكون الإنسان هو من جوا متصالح مع حاله، قدي بيكون هو مرتاح، بيقلب حتى لو كنت مزعوجة، حتى لو كنت زعلانة. إذا أنت من جوا بيور ونظيفة ونفسيتك حلوة، شكلك بيكون غير، بتقدري تتقبل الأمور بإيجابية. حتى طريقة أكلك بتأثر على نضارة بشرتك، على تفكيرك، على سلوكك.